الكريم أيها المتابعون جميعا، متابعي قناة دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا الثالث في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، مع أمسية الكبار وتحديات الكبار، والرقص دائما أحلى وأمتع مع هذا السن في مسافة ورحلته 8 كيلومترات. شوطنا الثامن وهو شوط خاص بالحول في مسافة 8 كيلومترات، ومع هذه الأسامي العملاقة، مع هذه الأسامي اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر، تشارك في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نسير مشاهدينا متابعين الكرام مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني اللي قادت المجموعة تاتي الشاهينية على مستوى المركز الأول، الشاهينية مع المركز الثاني، الثنتين بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث أردت تسلل مع الشاهينية بشعار هجن ند الشبة سالب بن سعيد، متابعا لتقدم الشاهينية اللي تسللت بدورها إلى مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الرابع أرى التقدم والانطلاق والاندفاع والتحديات أيضا في هذا الانطلاق مع حامية، أو أرى التسلل في هذه اللحظات مع هملولة، هملولة على مستوى المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة، ومتابعة حمدان بن محمد بن مروشد، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس هملولة لهجن الرئاسة، ياتي العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع تقدم هملولة على مستوى المركز الخامس، سادس الانطلاقات من الجانب الآخر، تصل تتقدم في هذه اللحظات وتر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفة آن الهيان الصادق فضل الأمين، نتابع ايضا التقدم في هذه اللحظات والتسلل مع الشاهينية اللي تسللت بدورها مع المركز السادس لهجن ند الشبة سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب والقدوم، القدوم والانطلاق للشجون لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، بالتقدم عبيد بن محمد بالضبيعة، من الجانب الاخر وتر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفة آل الهيان الصادق فضل الأمين، يتابع تقدم وتر اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات على مستوى المركز السابع، ومع المركز التاسع تصل في هذه اللحظات العليا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفر الهيان الصادق فضل الأمين، يقدم العليا يقدم وتر مع هذا التقدم ومع هذا الانطلاق، ومع المركز العاشر يصل شعار هجن الرئاسة، يتقدم بتقدم هملولة وانطلاقة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع؟ هذه النتيجة، نداءنا الأول، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط، نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة والشعار هجن ند الشبة، من يتقدم؟ من ينطلق بناموس هذا الشوط؟ سالم بسعيد، من يقدم الشاهينية على الصدارة وهي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط مع هذا الاندفاع التلقائي، مع هذا الأداء المثير، ونحن نقترب من لوحة 5 كيلومتر المتبقية من عمر هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني، تصل في هذه اللحظات هملولة التابعة لهجن الرئاسة، وتقدم وانطلاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن اللي وصلت هملولة على مستوى المركز الثالث بتقدم شعار هجن الرئاسة، وانطلاقة حمدان بن محمد بن مروشد أحد الشباب القادمين بكل قوة مع هذا الشعار، من قدم أيضا تميز رائع في ليلة الأمس، ياتي بمشاركات متميزة مع الكبار ورقص الكبار وانطلاقات هذا السن، مع المركز الرابع تصل تتقدم الشاهينية لهجن العاصفة، متابعة غياث الهلالي المركز السادس، وصول مع الشاهينية
الفردية من جنة الشبه بمتابعة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. نتابع المركز السادس، نتابع الانطلاق مع العلية، مع العلية اللي وصلت مع المركز السادس بالشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفر الهيان، وتقدم الصادق فضل الأمين، ولكن شجون، شجون القادمة، شجون المنطلقة، شجون من بدأت تتسلل في هذه اللحظات على مستوى المركز السابع، شجون والشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة يقدم شجون على مستوى المركز السابع، هو التر ثامنا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفر الهيان. الصادق فضل الأمين يتابع وتر مع المركز الثامن. المركز التاسع أرى القدوم والانطلاق إلى الشاهينية بالشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، ولكن إذا انطلقنا مع المركز العاشر، مع المركز العاشر القادمة الشاهينية بشعار هجن العاصفة يقودها غياث الهلالي، تتقدم تتسلل تنطلق على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، ندانا الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع المقدمة اللي قادت المجموعة الشاهينية، الشاهينية اللي قادت المجموعة بشعار هجن العاصفة. يتقدم غياث الهلالي، يقدم هذا الاسم مع هذا الانطلاق مع هذا التميز. المركز الثاني الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب، وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية على مستوى المركز الثالث لهجن العاصفة يقودها بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. غياث الهلالي يتابع تحديات الشاهينية على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع نتابع شجون بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتقدم عبيد بن محمد بالضبيعة، وصلت العليا، وصلت وتر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان. الصادق فضل الأمين يتابع، يتابع هذه الاسمين اللامعين وهذا الشعار المتميز، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان اللي بدأ يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن والتاسع ومع المركز العاشر. المركز العاشر الشاهينية التابعة هجن العاصفة، ينطلق غياث الهلالي من ياتي على مستوى المركز العاشر. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط وهذا الانطلاق، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط. همسة الثلاثية، همسة الثلاثية على المقدمة وشعار هجن الرئاسة يتقدم، ينطلق مع هملولة بتقدم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وأرهني أيضا هملولة مع المركز الثاني، هملولة بشعار هجن الرئاسة ومتابعة وتقدم وانطلاق حمدان بن محمد بن مروشد. غادرنا، غادرنا لوحة الاثنين كيلومترات. المركز الثالث ذات الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع الشاهينية لهجن ند الشبه يقودها بهذا الانطلاق سالم بن سعيد في عملية تضميرها وتدريبها. وعلى مستوى المركز الخامس أرى التقدم للشجون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة، يقدم تحديات الشجون على مستوى المركز الخامس. هملولة من الجانب الآخر سادسا بشعار هجن الرئاسة وتقدم ومتابعة حمدان بن محمد بن روشد من يقدم هملولة على مستوى المركز السادس. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا لمراكزنا المتقدمة
في هذا الشوط ومع هذا الانطلاق. ونحن نقترب مشاهدينا متابعينا الكرام من لوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين، والشعار الحمر يسيطر على المقدمة مع تقدم هملولة، مع انطلاقة هملولة أيضا على مستوى المركز الأول والثاني مع اختلاف المضمرين، ولكن الشعار واحد، الشعار الأحمر، الشعار الحمر يتقدم بهذا الانطلاق المتميز. التحديات ثنائية، والسلالة الهملولية تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. بدت الأوامر، بدت التعليمات، بدت الانطلاقات، بدت التحديات، ما شاء الله زادت السرعة. انطلق الجميع بناموس هذا الشوط، وبن مروشد، بن مروشد بدأ أيضا بالحركات والتحديات والانطلاقات في اللحظات الأخيرة، وهملولة مسيطرة، هملولة بشعار هجن الرئاسة، هملولة مع المركز الثاني، ولكن الشاهينية قادمة مع المركز الثالث لهجن ند الشبه، ولكن راحت هملولة، انطلقت بناموس هذا الشوط، بعدت المسافة، سلام للرئاسة، سلام بهذا الانطلاق المتميز، تهانينا لهجن الرئاسة ولمن قاد هذا الشعار، حمدان بن محمد بن مروشد من ياتي بتحديات هذا الانطلاق المتميز، ومع هملولة بدون اي منافس زادت من سرعتها في اللحظات الأخيرة لتاتي بناموس هذا الشوط. سلام للرئاسة مع هذا الانطلاق المتميز، تهانينا للمضمر حمدان بن محمد بن مروشد من قدم وقاد هملولة بناموس هذا الشوط. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني الشاهينية من هجن ند الشبا، المركز الثالث هملولة لهجن الرئاسة، المركز الرابع جاءت هملولة لهجن الرئاسة على مستوى المركز الرابع، ومع المركز الخامس تصل شجون بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في هذا الانطلاق المتميز وفي هذا المنظر الرائع في تحديات هذا المساء مع انطلاقات الكبار، والرقص مع الكبار دائما أحلى وأمتع. 12 دقيقة 41 ثانية بالوفاء والتمام، هو توقيت هملولة، تهانينا لهجن الرئاسة وإلى المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية 12 دقيقة 43 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا لهجن ند الشبا وإلى المضمر سالم بن سعيد، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث جاءت هملولة مع المركز الثالث ب 12 دقيقة 47 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لمالك هملولة شعار هجن الرئاسة وإلى المضمر أيضا من قادها في هذا الانطلاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.